في هذه الفقرة راح نتكلم عن مدى تأثير السوشيال ميديا على الذوق العام، وشو ممكن الفتاة تختار ما يناسبها من خلال الموضة والهبات الدارجة، وبالأخص في السوشيال ميديا، مع ضيفتنا الميك اب ارتست سارة الخضري. مساء الخير وحياك الله. الله حبيبتي، حياك الله، نورتنا سارة اليوم. نورة سارة، في وجودكم. البداية يا أخي نتكلم على السوشيال ميديا. البعض ممكن هو يقول إن هي سبب في اتجاه الموضة والهبات في الوقت الحالي والدارج، شو رأيك في الموضوع؟ أنا أقول إن شيء ما نقدر ننكره. شلون؟ السوشيال ميديا لها تأثير قوي جدا على توجه الفئات العامة بالمجتمع، من ناحية هبات، صرعات، موضة، إيفن حتى لو نقول مثلا عادات دخيلة علينا، فإحنا ما نقدر ننكر هالشيء. إذا نكرناه بنكون قاعدين ننافق نفسنا، لأن هذا شيء متواجد، شيء موجود. يعني شو السبب؟ الحين ما في ناس قاعدة تطالع تلفزيون كثر ما عندها تلفزيون بيدها. صحيح. قبل احنا نقول الإعلام هو المؤثر، هو سلطة يدش بيوتنا. صحيح. الحين بكل مكان عندنا تلفزيون، صحيح. بكل مكان عندنا مؤثر قوي، يعني مو بيدنا نتحكم فيه كثر ما، لأنه هو بحر مفتوح، الكل يقدر يدشه، الكل يقدر ينشر أي شيء هو يشوفه صح، بس عامة ممكن يكون لا، مو صحيح، يكون خاطئ. فهذا شيء لازم احنا شوي نتثقف، يصير عندنا وعي اكثر، ننشر شوي ثقافه تصلح حقنا، تكون مناسبه لنا، تشابهنا اكثر. صحيح. بس اللي حاصل، لا، اللي حاصل انه بسم الله عليهم شبابنا وبناتنا من الصغار، نقول من عمر صغير يمسكون التليفون ويمشون مع اللي يشوفونه، مو ما عندهم الميزان، ما نضجوا انه يوزنون هالشيء صح او خطا. صحيح. فاحنا لازم كراشدين يكون عندنا مسؤولية احنا نتحكم بهالشيء. اوكي. سارة، يمكن دام احنا قاعد نتكلم عن هذا الجانب، وان يعني ذكرتي ان السوشيال ميديا لها علاقة في الموضة والهبات في الوقت الحالي والدارج، هل معناتها ان الاشخاص، او خلينا نتكلم احنا كفئة بنات بالاخص، احنا دائما ما نتأثر في صحيح. الموضة وغيرها، اكيد. هل معناتها ان احنا قاعد نتأثر في شخصيات موجودة في السوشيال ميديا بعيدا عن مثلا الموضات العالمية؟ ايه، غالبا ان عندنا، لان طلع مفهوم الفاشينيستا، حتى المفهوم نفسه فسر غلط، يعني فما نقدر احنا نقول والله كل اللي موجودين بالسوشيال ميديا مثلا صح، او مثلا هم فاهمين اسم الفاشينيستا صح، صحيح. كفاشينيستا نقول. صحيح. الموضه عباره عن لاين، كل سنه لا صار مثل زمان اول، شلون ابيض واسود، لا صرعات لا قصات لا ميك صحيح. اب ولا لبسه. صحيح. ما ننكر ان كل زمن له موضته، لكن اللي حاصل الحين ان فلانه لبست كذي لازم الشعب كله يلبس كذي. اذا ما وإذا ما سويتي نفسه انت مو ماخذه ايه، الموضوع. انت يعني متخلفه، او ان انت ليت، تو ليت على صحيح. الموضوع. مو صحيح، ابدا مو صحيح. عادي يكون لابق لها، هي لايق عليها، لكن انت ما يناسبك، فانت نعم. الحين قاعده تشوهين هالموضه بدال لا تخلينها صرعه حلوه او فاشن حلو يعني. فهذا صحيح. شيء الواحد لازم شوي يكون واعي فيه، كل واحد يشوف شنو اللي يناسبه. صحيح. بالضبط. دام ذكرتي هذا الموضوع، الوحده تشوف شنو الشيء اللي يناسبها من خلال الموضه، شلون ممكن هي تختار اللي يناسبها، ما تتاثر مع الهبات الدارجه، لكن تختار اللي يناسب ستايلها، يناسب شخصيتها. اوكي. اول شيء عشان نكون بالصوره، الهبه مو معناتها شيء مو حلو او شيء سلبي، في هبات لا حلوه، في هبات صدق، وبالاخص هبات الاكل. بالضبط. في هبات لا حلوه، يعني مثلا في هبات بالميك اب لما تشوفينها تجمل ما تشين، في هبات لا تحسينها مسخ، يعني سوري يعني، بس انه صدق والله انه ركزي شوفي شنو يناسبك شنو ما اهدي شوي، يناسبك. اهدي شوي ايه قبل لا تثقين. لا، لانه شيء يعني غريب. انزين انت ما تشوفين نفسك بالمنظره، شوفي نفسك بالمنظره، ما يلاحظون، ما يفرقون، يبون يمشون ورا الموضه وبس. فاحنا شنو نسوي؟ لازم نشوف مثلا اذا على نتكلم عن الميك اب، نشوف قياسات الوجه، العيون، الخشم، الكونتور المناسب، اللبستيك المناسب، الالوان، الاندرتون، في الحين ثقافه صحيح. جديده للميك اب تدرج، صار فن، صحيح. صار علم. اللبس كذلك لازم نعرف قياسات الجسم، في اشكال شيبس حق الجسم، مثلا شيب التفاحه، شيب ساعة رملية وغيرها. بالضبط، صحيح. كل شيب لا لبس يناسبه. ما البس انا لبس مثلا فلانه يلوق علي، لا ابدا، ما له علاقه. بس ما تتوقع ان هذا الموضوع له علاقة في
مدى اهتمام البنت في هذا الجانب واطلاعها مثلا على تفاصيل مفترض ان هي تعرفها قبل ما ان هي تتجه أكيد لاي نوع من خلال ستايلات اللبس او حتى أكيد ستايل في الميك اب. يمكن البنت تكون توها في عمر صغير فتتوقع ان هالاشخاص اللي موجودين في السوشيال ميديا اللي كل مثلا كل من قاعد يطلع قاعد يتعلم البنت شلون تحط ميك اب وان كان ساعات ما عندها هذه الخبره الكافيه. صح بنفس الشيء احنا قاعد نقيسها على الستايلات اللبس صحيح والديزاينرز والمصممين وغيره، تتوقع انهم هذيل الصح، فبالتالي ما تحاول ان هي تسوي سيرش وتبحث على شيء انه هو يناسبها. انزين اذا انت اوريدي قاعده تبحثين عن الفاشن والهبه، تبحث خليك على فلانه ايش لابسه بس اي ما تبحث لا على يناسبها. بحثي عن قياساتك، بحثي عن طريقه جسمك، وزنك، لونك، ستايلك. ما اقول لك وخر عن الهبه، بس مثلا في قطعه جاكيت مثلا تكون ليذر جلد وجينز، انزين اذا انت مثلا سايزك اكبر من سايز فلانه، هي تقدر تلبس مثلا بلوزه اكثر، انت ما تقدرين صحيح يعني تنسقين الملابس. صحيح كذلك المكياج، في ناس تحتاج كونتور زياده، في ناس اوريدي الله خالقها صحيح وجهها مقسم، مقسم صحيح تزيد الكونتور تصير سكال يعني وجهها يصير هيكل عظمي. اذا انت مو محتاجه درسي نفسك، صحيح دام انت قاعد تستهلكين من وقت وجهد انك انت تبحثين عن اخر صيحات الموضه، شوفي شنو يناسبك بحيث انك تختصرين وقت طويل انك انت تشوفين لاينات الموضه، لانك انت اول ما تدشين السوق راح تعرفين اتحاشى هذا او اخذ هذا. صحيح هذه ثقافه، احنا يعني احنا كبنات همنا نكون باحلى صوره، طبعا نتزين، طبعا الاصل فينا الزينه، فاذا احنا نبي نتشين هني في فرق. لا ما في بنيه تدور شيء مو هذا هو هذا اللي حاصل الحين، احنا قاعدين مثلا نقعد مع البنات وهذا مثلا اذا جت واحده نصحتها طلعت ناصحكم فاضحكم، صحيح يعني مو القصد، يمكن صدق تحبش تبي لك الخير. سمعي، مشكلة احنا عندنا ناس تلبس على سايزاتها بس ما عندنا ناس تثقف، يعني بدول اللي برا في عندهم فاشن بوليس، في صحيح عندهم يكونون الناس اللي هم يلبسون صحيح يقولوا لك ايه هذا اللي يسوي لك اكستريم ميك اوفر، هذيل صحيح هذيل عندهم وظيفة، متخيلة ان في ناس تدفع لهم عشان تعلمهم شنو يلبسون. صحيح احنا هني عندنا بناتنا اذكية صحيح وعندهم فطرة من اكشخ بنات العالم الكويت، صحيح فاحنا عندنا هالروح هذه اللي هي الكشخه واللبس والصنع والها. تعبي شوي شوفي شنو يناسبك مو اكثر. صحيح ترى يمكن عاد مع العلم ان اغلب المحلات في الكويت، وقاعد نتكلم على محلات تكون موجوده في اغلب صح المولات، عندهم اشخاص مختصين ترى بانهم يكونون فاشن بالضبط اوفيسر حق اي شخص او اي بالضبط بنت جايه صحيح تتسوق، بس لان احنا مثلا ما ندري ان هذا القسم موجود في هذا المحل فتلقينها مثلا تاخذ اي على شنو الاوريدي دارج في اي الفتره الاخيره. طيب خلينا نتكلم الحين على نصايح، خلينا نثقف في البنات حلو. من هذا الجانب. شنو تنصحين البنات اذا بما ان انت حضرتك مختصه في الميك اب وغيره، خلينا نتكلم على الميك اب، شلون ممكن البنت تختار الشيء اللي يناسبها؟ اوكي، الحين حاليا هابين بهبه الرموش ليل نهار، صحيح ما يطيح عن العين الرمش، هذا وايد غلط. يعني انت لما تحطين الرمش الصبح حق الدوام شنو تحطين حق العرس؟ يعني هذه الثقافه، وانا ما ادري شلون دشت علينا سالفه انه لازم رموش عشان الميك اب يصير اوكي، ما فيها شيء انك تعتنين برموشك الطبيعيه صحيح بحيث تكون هي الجلام مالك للبشره. يا ناس شربوا مي صحيح والله العظيم، يعني اعتنوا ببشرتكم ميك صحيح ابكم بيصير بيرفكت، صحيح ما راح تحتاجين عيادات ولا ليزر كربوني ولا ما راح تحتاجين هذا كله، ما راح تتعبين. اعتني باللي بيدش بجسمك عشان بشرتك صحيح ومكياجك يطلع صح. الميك اب مو براندز، الميك اب شنو يطيح على نوع بشرتك، صحيح مو اسم مو قيمة، صحيح تعتنين فيها راح تعطيك نتيجة. البراندز اسامي، ترى البرودكتس معظمها نفس الشيء، نفس صحيح الماتيريالز، في منها الثقيل في منها الخفيف، تقدرين تختارين اللي يناسبك. اعتني ببشرتك مكياجك راح يكون بيرفكت. اكيد. يعطيك العافيه الله ساره يعافيك الخضري، نورتينا اليوم من حبيبتي، خلال دار حلقه وجودكم. رايكم شباب وحلقه الخميس وهذه الدردشه البسيطه عن الموضه والهبات في الوقت الحالي وتاثر البنات في السوشيال ميديا. نورتينا اليوم ساره حبيبتي الخضري، يا رب وجودكم. يعطيك العافيه. شكرا. وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا من خلال الاوبرا وايضا جانب الأزياء وجانب الميك اب. نشوفكم على خير إن شاء الله في يوم السبت في حلقة جديدة من برنامج رأيكم شباب. مع السلامة.